من زراعة شجر التوت لخيط الحرير أنامل ذهبية تروي حكاية السجادة الأغلى عالميا. السجادة التي انطلقت من فتلة حرير خلفها قصة مشروع بدأ من 11 عاما ليصبح مركزا للتدريب والتعليم المتكامل بزراعة التوت وتربية دودة القز في مصر. بعد عام ونصف سيكون إسماعيل سليمان قد انتهى من نسج هذه السجادة الحريرية الأغلى والأفخر نوعاً بين السجاد. هذا العمل الشاق بدأ بخيط من حرير 48 شرنقة. الخيط الرفيع دي بيطلع منها فتلة واحدة بس اللي احنا بنشتغل بيها. بتتجمع الأول، بتتفتل وبتتجمع بتتبرم تتسبغ، ده كذا مرحلة، يعني مش مرة واحدة، كذا خمس مراحل لحد ما تيجي وتشتغل. هذه الخيوط وهذه الشرانق هي المشروع الذي بدأه سامح فؤاد قبل 11 عاماً ليصبح مركزاً للتدريب والتعليم والإنتاج المتكامل على مدى العام بزراعة أشجار التوت وتربية دودة القز في درجات حرارة ورطوبة مناسبة تستغرق فيها دورة الدودة 35 يوماً من البيض إلى تكوين الشرنقة التي تغمر في ماء ساخن لفصل المادة الصمغية والحصول على خيط الحرير. الشرنقة دي فيها خيط طوله 1200 متر. بنبدأ نحصد الشرانق دي ونحطها في الشمس لمدة 5 أيام. في خلال ال5 أيام دي الدودة داخل الشرنقة بتموت وتتجفف، وبعد كده احنا بنشتري من الناس الشرانق مدى الحياة. مصر بتستهلك سنوياً حوالي 350 طن حرير خام، وللأسف بتنتج 1 طن. وبسبب جدواه الاقتصادية بدأ هذا المشروع في اجتذاب العديد من الراغبين في إنتاج الحرير وتربية دودة القز. أنا موظفة حكومة وعايزة أحسن دخلي، فشايفة يعني ده شعاري مع المجالي. حبيت أجي أشوف الدورة كاملة النهاردة عشان أحاول أطبق في جزء صغير، مثلا عندي في البيت شقة فاضية. خلي المخاطر وكمان العائد الاقتصادي بتاعه عالي جدا. ويعمل سامح حاليا على إنشاء مدينة الحرير المصرية في محافظة الوادي الجديد لتصبح مشروعا صناعيا زراعيا متكاملا لتغطية السوق المحلية من خيوط الحرير وتشغيل أكثر من 10,000 شاب. رند أبو العزم، العربية، القاهرة.